أول حلقة من يلا سوا هالرمضان. يلا سوا نبلش بالدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتعرفوا انه الله خلقنا والله كتير كتير بيحبنا، وبتعرفوا انه كتير كتير بيحبكن انتو، وانا مأكد انه انتو كمان كتير كتير بتحبوا لرب العالمين. والله سبحانه وتعالى مش بس خلقنا إلنا، خلق الحيوانات والنباتات والحجر والشجر، وقال بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله سبحانه وتعالى وعدنا أن نحن إذا مشينا مثل ما هو بده حيرزقنا السعادة كتير كتير كبيرة، والسعادة شعور ورزق من الله سبحانه وتعالى كلنا منفتش عليه. قولولي في حد أحلى من حدا إنه يكون مبسوط؟ يلا سوا هالرمضان نحن ننبسط ونبسط غيرنا كمان. يلا سوا هالرمضان نمشي مثل ما الله سبحانه وتعالى بده، ومثل ما الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا، لأنه قال هو إنه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجهه تجاهك. فنحن هنمشي سوا بهالرمضان، وبدنا هلأ نبلش ونخلص بالدعاء ونخلص بالصلاة على النبي مثل ما كل شي بحياتنا بنعمله. اللهم يا قريب قربنا إليك، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكن بالحلقة الجاية من يلا سوا هالرمضان.